أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هل تستطيع معرفة اسم الولد الصحيح وتجمع الحروف الناقصة؟ هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. الاختبار الأول. الإجابة إسلام. الاختبار الثاني. الإجابة جواد. الاختبار الثالث. الإجابة إيهاب. الاختبار الرابع. الإجابة حسام. الاختبار الخامس. الإجابة نعمان. الاختبار السادس. الإجابة صهيب. الاختبار السابع. الإجابة مروان. الاختبار الثامن.
الإجابة ياسين. الاختبار التاسع، الإجابة عادل. الاختبار العاشر، الإجابة مجدي. كم اسم عرفت؟ اكتب لنا في قسم التعليقات. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء في اختبار جديد.